بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، صدق الله العلي العظيم. كما هو معلوم، فإن الله عز وجل لا يقدر شيئا ولا يفعل شيئا اعتباطا، وإنما كل ما يقدره ويفعله إنما يكون لسبب ولحكمة. لا يمكن أن نقول إن الله عز وجل قدر الخير لشخص أو قدر الشر له من دون سبب. إنما كل ما يقدره الله لأجل حكمة ومصلحة وسبب. وهذه الحكمة وهذه المصلحة وهذا السبب في كثير من الأحيان يرتبط بفعل الإنسان نفسه. يعني إذا واحد الله عز وجل قدر له الهداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الله قدر له الهداية، أو قدر له الضلال أضله الله، ليس هذا التقدير اعتباط، وإنما بسبب فعل الإنسان نفسه. الإنسان قد يعمل أعمالا الله عز وجل يجد هذا الإنسان محلا قابلا للهداية فيهديه، أو هذا الإنسان يعمل أعمالا أخرى يجده الله عز وجل محلا قابلا للضلال فيضله. لذا حينما نراجع القرآن الكريم نجد أن الإضلال ينسب إلى الله عز وجل، نجد أن الهداية تنسب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن الإضلال والهداية من الله، ولكن نفس القرآن يبين أن الله عز وجل يهدي بسبب نفس الإنسان ويضل بسبب نفس الإنسان، لا يوجد شيء اعتباط. بعد هذه المقدمة المختصرة نأتي إلى موضوعنا، وهو موضوع التوفيق. نحن نجد بعض الناس موفقين، ونجد البعض الآخر غير موفقين. هناك تاجر يموت،
تجد هذا التاجر في سجل أعماله توجد عشرات المشاريع الخيرية، مساجد، حسينيات، تكفل أيتام، إطعام طعام، طبع كتب، مساهمة في الأمور الثقافية وغيرها وغيرها. وتجد تاجرا آخر يموت لعله كان أكثر ثروة ولكنه لا يوجد في سجل أعماله هذه الأمور. تجد عالما حينما يتوفى في سجل أعماله كثيرا من الخدمات الدينية وكثيرا من الأعمال التي ترضي الله عز وجل، وتجد عالما آخر لعله أكثر علما من ذلك الأول لا يوجد في سجل أعماله إلا القليل. تجد إنسانا يتوفى ولا سمح الله في سجل أعماله كثير من الأمور التي لا يرتضيها الله عز وجل. الله عز وجل، لماذا؟ لأن الشخص الأول، العالم الأول، التاجر الأول، الإنسان الأول، الله عز وجل وفقه وهيأ له أسباب التوفيق، وتكتب في سجل أعماله كثير من الحسنات التي يجازى جزاء حسنا عليها في يوم القيامة، بعكس الأشخاص الآخرين. هل الله عز وجل اعتباطا وفق الأول وسلب التوفيق من الثاني؟ كلا، إنما كان بسبب نفس هذا الإنسان. كثير من الأحيان هناك أعمال صغيرة الإنسان قد لا يعير لها أي أهمية، لكن هذه الأعمال عظيمة عند الله عز وجل، لأن موازيننا تختلف عن الواقع كثيرا. نحن قد نظن شيئا مهما وهو ليس بمهم، ونظن شيئا غير مهم وهو مهم عند الله عز وجل. يمكن عمل صغير جدا يكون الله عز وجل راضيا عن ذلك العمل، فالله عز وجل يجازي هذا الشخص بأن يوفقه لأكبر من ذلك. ولعله سيئة صغيرة تسبب غضب الله، غضب الله عز وجل تسبب غضب الله عز وجل، فالله عز وجل يسلب التوفيق من هذا الإنسان. ولذا ورد في الحديث الشريف: لا تستصغرن شيئا من الطاعات فلعل فيها رضا الله، ولا تستحقرن شيئا من المعاصي فلعل فيها غضب الله، ولا تستحقرن أحدا من الخلق فلعله ولي الله. عمل بسيط الذي قد لا يلتفت إليه الإنسان يسبب التوفيق أو سلب التوفيق. كلكم لعلكم سمعتم قصة بشر الحافي. كان رجلا غير ملتزما. في يوم من الأيام الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام مر على باب بيته وقال كلمة لجاريته، هذه الكلمة سببت أن هذا الشخص يوفق للتوبة. كلمة بسيطة، أحر هذا الشخص أم عبد؟ قالت ليس بعبد. قال الإمام عليه السلام: نعم، لو كان عبدا لأطاع مولاه. إذا هو عبد لله عز وجل كان يطيع الله عز وجل. هذه الكلمة البسيطة أثرت فيه وتاب. شنو كان سبب هذه التوبة وهذه الكلمة البسيطة تؤثر فيه؟ لعله الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يعظون الناس بكلمات كثيرة، وكثير من الناس لا يتعظون، كلمات الإمام لا تؤثر فيهم،
لكن هذا الشخص كلمة بسيطة أثرت فيه. لماذا؟ لأنه كما يقال في اليوم الذي سبق هذه القضية اللي الله عز وجل وفق إلى التوبة، كان راكب على فرسه فمر على مزبلة وجد ورقة من القرآن في هذه المزبلة، كان يمر وهو على فرسه، هنا تواضع لله وتواضع للقرآن، نزل من على الفرس ومد يده في القاذورات وأخرج هذه الورقة المباركة، ثم جاء بها إلى البيت وغسلها وعطرها. هذا عمل بسيط، احترام ورقة من القرآن الكريم. الله عز وجل هذا العمل البسيط سبب أن يوفق هذا الإنسان للتوبة. كان يمكن له أن لا يهتم بهذه الورقة، كان يمكن أن يأمر غلاما من غلمانه زين، لكن هو تواضع لورقة من أوراق القرآن، الله عز وجل وفق للتوبة. زهير بن القين رضوان الله تعالى عليه، هذا إلى قبل أيام من عاشوراء كان عثمانيا. العثماني كان يعبر عن الشخص الذي يرى عثمان على حق ويرى الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام على باطل، هالشكل كان يعبر عن الأشخاص الذين يرون هذا الرأي، يعبر عنه بالعثماني، كان عثماني الهوى. زين، في طريق كربلاء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام التقى به بكلمات بسيطة، الله عز وجل وفقه للتوبة ووفقه لأن يكون من أصحاب الإمام الحسين ويستشهد في ركب الإمام الحسين. بما لهذه المنزلة درجة رفيعة عند الله عز وجل، الشهداء كربلاء لهم درجة عظيمة عند الله عز وجل. زين، رجل عثماني الهوى بكلمة بسيطة من الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يتغير مسيرة، هذا توفيق من الله عز وجل، لأن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام التقى بغيره أيضا في طريق كربلاء ولم يستجيبوا لكلامه. عبيد الله بن الحر الجعفي، هذا الرجل الإمام التقى به في طريق كربلاء وعرض عليه النصرة أو طلب منها النصرة، فهو بخل بنفسه، قال للإمام عليه الصلاة والسلام عندي فرس، هذا الفرس ما طلبت أحدا إلا وصلت إليه ولا فررت من أمر إلا فتته، زين، وعندي سيف قاطع فأقدمها هدية لك. الإمام عليه الصلاة والسلام قال أما وقد بخلت بنفسك فلا حاجة لنا بفرسك ولا بسيفك، ما نحتاج إلى فلوسك، نحتاج إليك لتنصرنا. زين، وبعد واقعة عاشوراء كان متندم ويقرأ قصائد وأشعار ويبدي ندمه، بس شنو الفائدة؟ خذل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في موقف كان ينبغي له. لماذا سلب التوفيق منه؟ لأنه إلى ذنب سابق، ذلك الذنب السابق سبب أن الله عز وجل يسلب التوفيق منه، لأنه هو كان ضمن أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في صفين، فانهزم من جيش الإمام بعد ذلك والتحق بجيش معاوية، عمله الله عز وجل سلب منه التوفيق. ينبغي علينا دائما أن لا نستصغر الذنوب حتى الصغيرة منها، بل الذنوب الصغيرة تخوف الإنسان، ينبغي أن تخوف الإنسان أكثر، وكذلك لا نستصغر الطاعات الصغيرة، بل ينبغي للإنسان أن دائما يكون ملتفت إذا شيء فيه طاعة الله عز وجل حتى لو كان صغير أو حتى لو الأنظار تستحقر ذلك الأمر، لكن نحن لا نعلم موازين الله عز وجل التي هي موازين بالعدل وبالقسط وميزان بمقدار مثقال ذرة. وكذلك
في الذنوب والمعاصي. كثير من الأحيان تجد شخص يعني كل وسائل أن يرتكب معصية موفرة، لكن في اللحظة الأخيرة ينصرف. في الواقع منه صرفه؟ الله عز وجل صرفه. وهناك إنسان تجد أنه جميع وسائل الطاعة مهيئة له، لكن في اللحظة الأخيرة ينصرف. من حول قلبه؟ الله عز وجل. لماذا؟ اعتباط؟ لا، الله عز وجل ليس بظلام للعبيد. الله عز وجل يريد الخير للناس، يريد الخير لنا، ولكن ينبغي لنا أيضا أن نكون أهلا لذلك الخير. إذا واحد مو أهل للخير، الخير لا يصيبه. يعني إذا مطر نزل، الأرض لم تكن صالحة، كانت أرض مالحة، لا ينبت فيها الزرع، مع أنه الخير المطر نزل عليها. هسه إذا في الأمور المادية لم يكن باختيار الأرض أن تكون سبخة أو تكون صالحة، لكن في الإنسان الأمور بيد الإنسان نفسه. الإنسان يتمكن من أن يجلب لنفسه التوفيق أو يبعد عن نفسه أسباب سلب التوفيق، بس يحتاج إلى التفات. في الصغائر الإنسان لا يستحقرها، الكبائر عادة المتدينين لا يرتكبونها، لكن الصغائر كثير من الأحيان يستحقرها الإنسان. في مجلس يغتاب، والغيبة من الذنوب الكبيرة، تقول له لماذا تغتاب؟ يقول الله كريم. صحيح الله كريم، لكن هذا المنطق هو منطق عمر بن سعد لعنة الله عليه. أتوب إلى الرحمن من سنتين. أنت عندما أو أنا عندما أغتاب ثم أقول الله كريم، صحيح الله كريم، بس هذا المنطق هو المنطق الذي يجر الإنسان إلى المعاصي الأكبر. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. ذنب صغير يرتقي إلى ذنب أكبر إلى أكبر إلى أكبر إلى أكبر، ويسلب من هذا الإنسان التوبة حتى. بل أكثر من ذلك، قد يكفر بالله عز وجل. بعض الناس عندما تتكلم معه يقول نحن تشملنا شفاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. صحيح، أهل البيت أهل الكرم، والله عز وجل أذن لهم بالشفاعة، ولكن يشفعون لمن؟ لمن ارتضى. لا يشفعون إلا لمن ارتضى. أولا، الإنسان مو ضامن أنه يموت على هذه الولاية. صحيح إذا مات على الولاية الشفاعة تشمله، ولكن هو ضامن أنه في لحظة الموت لا يكفر بالله عز وجل. في الحديث الشريف، إذا الإنسان ما ذهب إلى الحج بدون عذر كان يجب عليه أن يحج، وكان مستطيعا بدون عذر عمدا ترك الحج. في الحديث فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. في لحظة الاحتضار يخير بين أن يموت نصرانيا أو يموت يهوديا. احنا بالظاهر نتصوره هو مسلم مؤمن موالي، لكن في لحظة الموت ينتقل إلى يهودي أو نصراني، وطبعا ما تشمل الشفاعة. فعلى كل حال، المقصود أنه الإنسان لازم ليمني نفسه. صحيح باب التوبة مفتوح، الإنسان أي وقت تاب إلى الله عز وجل توبة صحيحة، إذا حقوق الله بأدائها وإذا حقوق الناس بأدائها والاستغفار، الله عز وجل يقبل توبته. صحيح الشفاعة موجودة للمؤمنين، صحيح أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، ولكن هذا مو معنى أن الإنسان يمني نفسه بهذه الأمور ويترك العمل الصالح، ثم بعد ذلك قد يسلب حتى توفيق الإيمان، وقد لا تشمله الشفاعة لأنه الله عز وجل لم يرتضها له. الله عز وجل في القرآن يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. إذا واحد عمل سوء، الله عز وجل يجازيه على ذلك السوء كائنا من كان. إذا عمل سوء الله يجازي به. وده الجزاء، إحنا نتصور أنه فقط في الآخرة، لا، الجزاء في الدنيا.
الله عز وجل قبل الآخرة يجازي الإنسان في الدنيا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون، ثم في القيامة. يعني الله عز وجل يجازي كل إنسان في الدنيا على أعماله قبل الآخرة. قد الإنسان ما يلتفت، قد الإنسان لا يعلم لماذا جوزي بالخير أو جوزي بالشر، لا يعلم من أين، لكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. أنتوا الآن كمثال على ذلك، في العراق مثلا تجدون صدام الذي لعنه الله وخذله كان يحكم 35 سنة، طاغوت بمعنى الكلمة كما يقول أحد الشعراء حول المنصور العباسي، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، يخاطب المنصور العباسي، ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. زين، بهذه الحالة كان يحكم. هسه احنا نترك عذاب الآخرة، لكن في الدنيا شوف شلون الله عز وجل أذله وأذل من معه، ولعله الله عز وجل أبقاه لحد الآن حتى في كل لحظة يرى الذل. الذين قتلوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قبل الآخرة الله عز وجل في الدنيا أذلهم وهم أحياء، بعد موتهم أيضا اللعنات تتبعهم إلى يوم القيامة. فنحن علينا أن لا نستحقر أي شيء، كل الأمور نحاول أن تكون حسب الموازين المشروعة. كثير من الأحيان المتدين يقول هذا خمو حرام أو هذا مو واجب، أنا أعمل الواجب وأترك الحرام بس هذا الشيء مو واجب أو هذا الشيء مو حرام، كأن الإسلام منحصر في الواجبات والمحرمات. لا، الواجبات والمحرمات جزء من الإسلام، كما تفضل سماحة السيد حفظه الله تعالى، الأخلاق، الآداب، الفضائل. كثير من الأحيان الإنسان قد لا يجب عليه أن يعمل عملا لكن هو محبوب لله عز وجل. كثير من الأحيان قد لا يحرم عليه عمل لكن الله عز وجل يبغض ذلك العمل. الإنسان لا يغتر بأنه هذا مو واجب أو مو حرام. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا واحد ظلمك وكان يحق لك أن تقتص منه، الله عز وجل يقول وأن تعفو أقرب إلى التقوى. أنت ألا تطمع في غفران الله عز وجل؟ وأنت اغفر حتى الله عز وجل يغفر لك. صحيح يمكن مو واجب عليك أن تغفر، صحيح يمكن يجوز لك أن تأخذ ما تريد، لكن بعدين لا تتوقع من الله عز وجل أن يغفر لك. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كثير من الأحيان تجد زوج وزوجة، كثير من الأحيان هناك مشاكل، نحن بعض الأحيان يراجعونا نجد مشاكل كثيرة، قد يكون والعياذ بالله منشأ هذه المشاكل عدم الالتزام بالشرع، يعني الزوج أو الزوجة لا يلتزمان بالواجبات ولا يلتزمان بترك الحرام. كثير من الأحيان تجد الزوجين متدينين، هم الزوج متدين هم الزوجة متدينة، ويلتزمون بالواجبات والمحرمات، لكن أكو مشاكل كثيرة. لماذا؟ لأنه بعض الأخلاق بعض الآداب الإسلامية ما يلتزمون بها، قد لا يكون واجبا ذلك الخلق أو ذلك الأدب من الآداب، قد لا يكون واجبا، قد لا يكون فعله محرما، لكن أين الفضائل؟ أين الرذائل؟ ينبغي علينا أن نتعلم هذه الآداب وأن نطبقها في حياتنا. الآن من مشاكلنا تشوف أن المسلمين في مشاكل في كل مكان. هسه بعض المشاكل نذبها برقبة الاستعمار، بعض المشاكل نلقيها على عاتق الدول، لكن كثير من المشاكل أو أكثر المشاكل ناشئة من نفس المجتمع المتدين. المتدين بمعنى التزامه بالواجبات، يصلي، يصوم، يذهب للحج، زين، يترك المحرمات،
لكن نفس هذه المشاكل ناشئة من نفس المجتمع. ليش؟ لماذا؟ لأن المجتمع بشكل عام، قد يكون هناك بعض حالات الاستثناء، لكن المجتمع بشكل عام لم يلتزم بالنظام الإسلامي. النظام الإسلامي هو مو فقط واجبات، مو فقط محرمات. القرآن الكريم كم آية فيه 6000 آية. بعض العلماء يقولون آيات الأحكام 500 آية، يعني 1 من 12 جزء. زين 11 جزء آخر شنو هي؟ بقية الأمور، وفيها الآداب وفيها الأخلاق وفيها كيفية الحياة والعيش. المجتمع المتدين الآن بشكل عام إلا ما استثني غير ملتزم ببقية النظام الإسلامي. فالله عز وجل أيضا سلب التوفيق من الكثير، وتشوف المشاكل مستشرية. القناعة واجبة لو مستحبة؟ بعض مفردات القناعة واجبة، يعني إذا سببت دخول الإنسان في المحرمات، لكن أكثر مفردات القناعة من الفضائل الأخلاقية، مستحب. زين، بشكل عام كثير من الناس مو ملتزمين بالقناعة، مو قنوع. زين، فتنشأ المشاكل. الحسد حرام إذا ما ظهر، فالمرة الإنسان يظهر هذا الحسد، هذا حرام. لكن إذا لم يظهر الحسد في قلبه، هذا حرام مو حرام، لكنه رذيلة من الرذائل الأخلاقية. زين، تسلب التوفيق من الإنسان. فإحنا لازم لا يكون فقط كلامنا أنه إحنا التزمنا بالواجبات تركنا المحرمات، فأين الآداب وأين الأخلاق؟ فعلى كل حال المقصود أن الله عز وجل يوفق الإنسان إذا هو هيئ أسباب التوفيق. أسباب التوفيق لا تنحصر في فعل الواجبات وترك المحرمات، ويسلب التوفيق من الإنسان إذا نفس هذا الإنسان هيئ الأسباب لنفسه، وإلا الله عز وجل عادل 100%، وكل أموره بالضبط مثقال ذرة، وما توفيقي إلا بالله، ولكن عليه توكلت وإليه أنيب. صحيح توفيقي من الله عز وجل، ولكن المطلوب من عندي شنو هو؟ التوكل على الله عز وجل والإنابة والرجوع إليه. شلون أنيب إلى الله عز وجل؟ كيف أرجع إلى الله عز وجل غير بالالتزام بما قاله الله عز وجل وأمر به الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة، ومنه الواجبات، ومنه ترك المحرمات، ومنه الالتزام بالأخلاق بالآداب، وبكثير من السيرة العطرة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إحنا نقرأ سيرة أهل البيت ليس الغرض التبرك فقط وهو حاصل، ولكن الغرض أيضا التعلم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل زياراتكم وأن يوفقكم وإيانا لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور.